بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. نحن في حركة مجتمع السلم زكينا السيد حسان الشريف عبد العالي لهذه الانتخابات الرئاسية التي كان عنوانها بالنسبة للحركة هي فرصة. في هذا البرنامج تم التطرق في برنامج الرئاسي إلى الجوانب الاجتماعية في مختلف الفئات الاجتماعية، إضافة إلى نقطة مهمة جاء بهذا البرنامج الذي عنونا بفرصة، وهي قضية الاهتمام بالمناطق النائية والمناطق الحدودية وإعطائها أهمية في البرنامج. إضافة إلى هذا كان تطرق أيضا برنامج فرصة إلى ترقية دور المعلم والأستاذ والرفع من مستواهم الاجتماعي والمادي، إضافة إلى الكثير من النقاط التي تمس الشباب وتمس المرأة وتمس جميع الجوانب الخاصة بالحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري. نتمنى دائما أن هذه فرصة من أجل على أنه تتعرف الناس على برنامج الانتخابي وعلى برنامج حركة مجتمع السلم في هذه الانتخابات التي نتمنى أن نكون مرشحنا أن ننافس مرشحنا منافسة قوية في هذه الانتخابات، والتي لا يعترينا شك على أنه سنلقى ترحاب كبير لدى الشعب الجزائري ولدى الناخبين الجزائريين، وسيكون إن شاء الله يوم عرس يوم 7 سبتمبر بعرس للوطن وللجزائر وعرس أيضا لجميع المواطنين الذين يحرصون على القدوم وعلى انتخاب وإنجاح مرشحنا حسان الشريف عبد العالي إن شاء الله في هذا اليوم. نتمنى من الشعب الجزائري على أنه يوم 7 سبتمبر يقبل على صناديق الاقتراع ويعطي كلمته وينجح برنامج فرصة لحركة مجتمع السلم وينجح مرشحنا حسان الشريف عبد العالي، ونتمنى أيضا إن شاء الله تكون فرصة للتجديد، فرصة للنصر وللفرح إن شاء الله. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.